مساء الخير. البداية من أزمة الكهرباء، حيث طمأن وزير الطاقة وليد فياض المواطنين أن هناك خطوات ستساعد على رفع ساعة التغذية الكهربائية في حلول أواخر الشهر الحالي. طمأن وزير الطاقة والمياه وليد فياض المواطنين إلى أن الشبكة عادت إلى عملها الطبيعي وفقا لما كانت عليه قبل نفاذ مادة الغاز أويل في معملي دير عمار والزهراني. وشكر في بيان رئيس الحكومة ووزير الدفاع الوطني وقائد الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس إدارتها المدير العام على تجاوبهم السريع من أجل إعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش كمية إجمالية تبلغ 6000 كيلو لتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني. وأعلن فياض أنه تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميجاوات، ومعمل دير عمار بقوة 210 ميجاوات، ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميجاوات، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضا، مؤكدا أن هذه المعامل أصبحت بطاقتها القصوى المتوافرة على الشبكة. وأوضح أنه بعد انقضاء 3 أيام وتوقف المعملين سيستعاد عن طاقتهما الإنتاجية بأخرى من معملي الذوق والجية الحرارية بعد تغذيتهما من مادة الفيول أويل التي وصلت السبت، وذلك بعد إرسال عينات منها وفحصها في مختبرات شركة بيرو فيريتاس في دبي بغية التأكد من مطابقتها المواصفات، الأمر الذي سيبقي على القدرة الإنتاجية الإجمالية بحدود 500 ميجاوات للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة. وأكد أنه تم أول من أمس الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار، وأرسلت إلى دائرة المناقصات لإجراء استدراج العروض لاستيراد فيول، ويساعد هذا الأمر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول أواخر الشهر الحالي. انخفاض سعر صرف الدولار ترافق مع إيجابيات معنوية سياسية من خلال تشكيل الحكومة، ولكن لهذه الأسباب الاقتصادية هي التي جعلت الدولار يرتفع مجدداً. سقطت العباءة السياسية عن الدولار، فارتفاع سعره من مبدأ تحكم الاستقرار السياسي بسوق العملات غير مبرر، لأن في لبنان حكومة فعلية منذ شهر. فكما يؤكد الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود شباعي أن المسألة سوء إدارة مالية، موضحا الأسباب الاقتصادية والنقدية التي رفعت سعر صرف الدولار. بعد تشكيل حكومي تأثر موضوع الدولار، يعني الليرة تأثرت إيجابا بسبب اللبنانيين كانوا متأمنين خير، بده يصير في إصلاحات، بده يصير في مساعدات. نزل سعر صرف الدولار لمستوى وصل ل 13,000 ليرة تقريبا، ولكن من بعدها رجعنا للواقع، الواقع المريض نحن فيه اليوم. مصرف لبنان ما عنده كتلة نقدية بالدولار. 2، رفع الدعم على المازوت، دعم سعر صرف الدولار على المازوت، صار في حاجة للدولار أكثر. رفع الدعم على البنزين تدريجيا حنوصل لرفع نهائي. اليوم المواطن اللبناني ما لمس اي امكانيه لمساعدات كبيره من دول عربيه او اقليميه. شروط صندوق النقد كلنا بنعرفها، والواضح انه في تاخير حيكون بالمساعدات اللي بدها تجي. كل هذه الامور ساهمت انه سعر صرف الدولار رجع يطلع تلقائيا، لانه المواطن اللبناني رجع ببساطه يشتري الدولار خوفا من خساره القدره الشرائيه لمصرياته. واليوم ما عم نشوف صراحه شيء مشجع بعد شهر من تشكيل الحكومه، يعني دخل مبلغ 1,135,000,000 دولار حقوق الصحب الخاصه، لليوم الحكومه اللبنانيه ما حكت لنا كيف بدها تصرفهم، وما قالت انه حتستعملهم بامور ايجابيه ممكن تساهم باستقرار الوضع النقدي. بظل غياب الاصلاحات الاقتصاديه والنقديه العمليه والسريعه، يحذر شباعي من عدم قدره ضبط المسار التصاعدي للدولار مقابل الليره. تصريحات الحكومة الحالية ومنها دورة رئيس مئاتي بعد ما امبارح صرح انه العيد عام بصيرة واليد قصيرة، هذه الكلمة بتأثر كثير على موضوع الدولار بالسوق. اليوم المواطن بلش يكتشف انه ما في امكانية لاصلاحات وحلول، وركضت المواطنين اكثر تشتري دولار، وصلنا اليوم قربنا من 20,000. واذا استمرينا هيك بيرجع الدولار بالكتلة النقدية العالية اللي رجعت على الليرة، وصلت ل 50,000 مليار بالسوق، بغياب اي افق للحلول والاصلاحات ممكن يرجع يطلع على مستويات عالية. اليوم على الحكومة انها تضبط الوضع، لانه بالنهاية اذا حكومة اجت وتشكلت والدولار طلع فوق ال 20,000، اللي هو بيأثر على كل القطاعات الاخرى الاقتصادية، شو بتكون عملت هذه الحكومة؟ بتكون ما عملت شيء. المفروض اليوم نشوف اجراءات ابرزها تغيير عمل السياسة النقدية اللي حكينا عنها كثير، محاولة حل جزء من موضوع المودعين، محاولة العمل على ضبط التطبيقات الالكترونية اللي هي بتساهم شوي
بارتفاع زيد، ولكن ما بكتير، لأنه بالواقع سعر الدولار اليوم أصبح متفلت. لم يدم استقرار الدولار وانخفاضه سوى أيام قليلة ترافقت مع إيجابية تشكيل الحكومة. هذه الإيجابية المعنوية ليست كافية لبناء اقتصاد أو حرف لبنان عن مسار الانهيار الشامل من دون إصلاحات وتدقيق مالي جنائي. النقص في الكواشف الطبية يعود إلى الواجهة من جديد، ونقابة المستشفيات تناشد المعنيين. مشكلة حادة تواجهها المستشفيات اللبنانية تتمثل في النقص في الكواشف المخبرية، وأكدت نقابة المستشفيات أنه حتى إن وجدت فهي تباع بالدولار الفريش، ما أجبر العديد من المستشفيات على التوقف عن إجراء الفحوص الخارجية إلا للمرضى الذين هم داخل المستشفى. وفيما المستوردين يضعون اللوم على مصرف لبنان الذي لا يسدد لهم أموال الدعم، النقابة تناشد وزارة الصحة بالتدخل السريع. السبب حسب المستوردين أنه مصرف لبنان على أساس أنه داعمهم بس ما أعطيهم أموال الدعم وما عادوا استوردوا، يعني صار لهم مدة مش عم بيعملوا طلبيات من الخارج، وهلأ إذا بدهم يطلبوا عن جديد بدهم انه المستشفى تدفع لهم سلف الكميه اللي بدهم يطلبوا لهم اياها بالفريش دولار، لا حتى يطلبوا. هذا طلب تعجيزي، يعني بتصف المستشفيات بدها تدفع مثلا مصروف شهرين ثلاثه من الكواشف مسبقا وبالنقد النادر، يعني هذه المستشفيات ما بتقدر تعملها. نعم. وعدا عن هيك المستوردين منهم مستعدين انهم يسلموا المستشفيات غير بهالشروط هيدي. نحن تواصلنا مع وزير الصحه وحطيناه بالجو، وهو عارف اصلا، يعني هو كان مدير مستشفى وبيعرف شو الصعوبات لانه كانت من قبل، ما جديد المشكله، ولكن هلا تفاقمت بزياده. ووعدنا انه بده يعمل اتصالات بين المستوردين وبين مصرف لبنان تيشوف كيف بده يحل القضيه. للأسف لغاية هلأ بعدنا محلنا والوضع من سيء إلى أسوأ. إذن ما هو التأثير السلبي وخطورة فقدان الكواشف، خصوصا ما يستعمل للتأكد من صلاحية الدم الذي يعطى للمرضى والفحوص الدورية لمرضى غسيل الكلى وللذين يعانون من أمراض القلب؟ نحن بنقابة المختبرات قسمنا الفحوصات المخبرية قسمين، قسم بيتعلق بالأشياء الضرورية لإنقاذ حياة المريض اللي ما فينا أبدا إلا ما نعملها وعلى الوجه السريع، وفي قسم تاني من الفحوصات هي يعني مع إنها ضرورية غير ملحة. اليوم ما في عنا نحن كواشف، المستوردين عم بيبيعونا هالكواشف بدهم إياها كلها فريش حتى يقدروا يكفوا عملية الاستيراد، إنما إذا بدنا ندفع نحن بالمختبرات كل شيء فريش، كيف بدنا نقدر نفوتر على المريض حتى نحن نكفي عملية خدمة المريض وحتى تكون في استمرارية بمختبراتنا، والمختبرات تقدر تأدي رسالتها الإنسانية على أتم وجه. إذا نحن هلا أمام معضلة، يعني يا بدنا ندفع فريش ونضلنا نفوتر للمريض بطريقة طبيعية حتى يقدر يكفي هو يدفع لنا الفواتير اللي بتطلع من مختبراتنا وقت بيعمل الفحوصات، أو بدنا نحن نتوقف عن الشغل. إذن الأمر يتطلب حلا سريعا بين المستوردين ومصرف لبنان تفاديا لخطر حقيقي يشكل تهديدا لحياة المرضى، وخصوصا وإن هذا الأمر مستمر منذ عدة أسابيع ولم يعد من الممكن تحمل النتائج. استقبل ملك الأردن عبد الله الثاني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمان، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات. وجدد الملك التأكيد خلال اللقاء على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، كما جرى البحث في الأزمات التي تشهدها المنطقة والمساعي للتوصل إلى حلول سياسية لها. من جهة أخرى، كان قد حضر اللقاء رئيس الوزراء الأردني ومدير مكتب الملك، أيضا كان قد حضر اللقاء. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ 19/2021 داهمت دورية من المديرية المخابرات بمؤازرة قوى من الجيش منازل عدة من المطلوبين في بلدة بريتال على أثر إشكال بين أشخاص
بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات مادية حصل خلاله تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة شخص بجروح. وضبطت القوى كمية كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع المخدرات وخاصة الكبتاجون وسيارتين مسروقتين. هل يحرم المغتربون من انتخاب ممثليهم في الانتخابات النيابية المقبلة؟ تقرير جينيفر مزرعاني. قانون الانتخابات النيابية رقم 44 على 2017 يفترض في دورة انتخابات ربيع 2022 أن ينتخب المنتشرون اللبنانيون في العالم 6 نواب موزعين على القارات الست بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وتضاف هذه المقاعد إلى المقاعد 128 ليصبح العدد النهائي للنواب 134 نائباً. ويجرى الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة. يصر التيار الوطني الحر على تطبيق القانون الانتخابي بجميع مواده، في حين لم تبد الكتل النيابية الأخرى حماسها ولو بشكل غير علني. فهل يمكن أن يشارك المغتربون في الانتخابات النيابية المقبلة مثل ما فعلوا سنة 2018 أو يحرموا من حقهم في الاقتراع؟ أولاً، قانون الانتخابات النيابية رقم 44 على 2017 ينص على أن هناك 6 مقاعد نيابية تخصص للمنتشرين اللبنانيين الذين يرغبون بالانتخاب حيثهم، الأمر الذي يعني أن المسألة هي مسألة قانونية وهي إلزامية إلا إذا تم تعديل القانون، ولا مانع من تعديل القانون بشرط أن يتم الاتفاق مسبقا على تثبيت حق المنتشرين في الانتخاب. ولكن إذا لم يتم الاتفاق على صيغة بديلة لانتخاب المنتشرين اللبنانيين في الخارج، فمن الواجب ممارسة وتطبيق الحق المنصوص عليه في القانون 44/2017 بالصيغة التي ورد فيها، ويتوقع أن يؤخذ بعين الاعتبار ولو لم ينص القانون على ذلك الانتشار اللبناني الطائفي بين القارات الست من أجل تخصيص المقعد لهذه الطائفة أو تلك. الشارع اللبناني يتفق على ضرورة مشاركة المغتربين بالانتخابات النيابية المقبلة، ولكن إذا تحدثنا عن عدالة التمثيل فهناك وجهتي نظر. القسم الأول يعتبر أنه من الواجب إشراك المنتشرين في الانتخابات النيابية بما يتعلق بالمقاعد 128 باعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب اللبناني ويشاركون بهمومه وحاجاته وتطلعاته. والقسم الثاني يرى أنه من الأولى أن يعبر المغتربون عن تطلعاتهم وحاجاتهم بصورة مستقلة من خلال نوابهم، وهذه الظاهرة موجودة في الكثير من الدول الديمقراطية حيث تخصص مقاعد لنواب انتشارها. لا، نحن مع هالانتخابات المغتربين ومع 6 نواب من المغتربين يكونوا مثلي مجلس النواب لحتى يقدر يكون في لهم صوت، حق للمغتربين يكون لهم صوت، يعني يحكي باسمهم بلبنان. المفروض ينتخبوا، المفروض يسجلوا صوت، المفروض انه يكون في مراقبه دوليه عليهم. المشاركه المغتربين بالانتخابات النيابيه الحره الحقيقيه المضبوطه، مش ما انتخابات معلبه ابدا. اكيد لهم 6 نواب بكل قاره وكل مصر حدا منهم. بالنسبه لي انا كلبناني انا لا، ما بفضل انهم يشاركوا بالانتخابات. لأقول لك ليش؟ لأنه اليوم نحن اللي عايشينه بظل الأزمة الاقتصادية والأزمة المعيشية اللي عايشينها، هني مش عايشينها، مش شايفين، هني عم يسمعوا. يكون في لهم تمثيل خاص لهم، لأن أنا بده يجي واحد عايش بألمانيا بيحمل الهوية اللبنانية بس ما بيعرف لبنان كيف شكله، ويجي يحط لي بالصندوق أسماء طبعا هي ما بتمثلني. فلذلك لا، أنا الأفضل أنه يكون في نائب لألون هني بيمثلون لألون ينتخبوا معنا أفضل، هيك بيكون ديمقراطية أكتر، ما حدا انحرم من حقه من التصويت. لا، أكيد يشاركوا بالانتخابات ويصوتوا للكل مثلنا مثلهم، مع أنه يكون لهم أصوات لوحدهم بس كمان فعالة بالبلد. من واجب الحكومة إذن تأمين كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية وتعزيز الديمقراطية من خلال تأمين البطاقة الممغنطة وتوفير مراكز انتخاب موسعة أو ميجا سنتر حتى يستطيع الناخب اللبناني أن ينتخب حتى ولو كان موجودا خارج منطقة قيده، وذلك تحسبا لأزمة المحروقات وكلفة التنقل من جهة، ومنعا لأي ضغوط قد يتعرض لها في منطقة قيده من جهة أخرى. فاصل ونتابع أخبار المساء.
مساء الخير عن جديد. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه يجب الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، داعيا إلى مراقبة أممية ودولية للانتخابات. البطريرك الراعي وخلال عظات قداس الأحد الذي شارك فيه أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان وعائلته والذي كان عن راحة نفس والده، شدد خلاله الراعي أنه يجب أن تحافظ الدولة على استقلال البلاد وسيادتها وعلاقتها الطبيعية، فلا تكون هناك بعض المساعدات العينية غطاء للهيمنة على لبنان. إننا نحرص مع الحريصين على إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها الدستورية، لئلا يصبح تغيير المواعيد وتعديل القانون القائم والالتفاف على مشاركة المغتربين ذرائع تهدد إجراء الانتخابات خلافا لإرادة الشعب والمجتمع الدولي. إن اللعب بموضوع الانتخابات من شأنه هذه المرة أن يؤدي إلى أخطار لا أحد يعرف مضاعفاتها. الشعب يريد الانتخابات فرصة لتغيير واقعه الأليم ومنطلقا لحياة وطنية جديدة. الشعب يريد انتخابات شفافة، نزيهة، بعيدة عن المال السياسي الذي يراهن على فقر الناس لشراء أصواتهم وضمائرهم. لذلك ندعو منذ الآن إلى مراقبة لبنانية وأمامية للعملية الانتخابية. مع هذا الخبر نكون وصلنا إلى ختام أخبار المساء. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.